السلام عليكم. كنشكروا الإخوان شوف تي في أنه فتحوا لنا هاد أبواب باش نعبروا على الوطنية ديالنا وغيرتنا على الملك محمد السادس. شعارنا الله الوطن الملك. هاد القناة دلعار، هاد القناة ديال الديكتاتورية النظام الجزائري، قناة الشروق اللي هي معروفة في الأنشطة ديالها وفي الأجندة ديالها أنها هي ضد كل شيء آتي من المغرب. فنقول إحنا المغاربة ما زلنا بخير والحمد لله، البلد ديالنا فيها الأمن والاستقرار وفيها التقدم والتنمية، وهذا كل شيء هذا بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد ديال المملكة المغربية حفظه الله ونصره. فيما يخص هذا الإعلام الفاسد، هذا الإعلام الدكتاتوري، هذا الإعلام ديال النظام العسكري، هذا النظام الفاسد، هذا النظام اللي هو يكون للمغرب الحقد والحسد، نقول نحن بقلوبنا نعتز ونفتخر، نعتز ونفتخر بمغربيتنا. نحن مغاربة بقلوبنا ومستعدون من أجل أن ندافع عن هذا البلد وتحت هذا الشعار الله الوطن الملك. لا نقبل أي شخص كيف ما كان أن يلمس هذا الشعار الله الوطن الملك. والملك هو رمز من رموز الشعب المغربي، رمز من رموز هذا الوطن، هو الذي يشتغل ليلا ونهارا من أجل أن يكون المواطن المغربي يعيش في أحسن الظروف. نحن نحب ملكنا وليس لأي أحد حق من أجل أن يمس ملكنا بأي شيء، ونحن مستعدون من أجل الدفاع عنه. أما الجزائر والنظام الجزائري فهذه الأمور قد اعتدنا دائما بهذا الحركات البهلوانية الذي يقوم بها الإعلام الجزائري، حيث أن المغرب في الآونة الأخيرة وتحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس استطاع أن يحقق إنجازات كبرى، استطاع أن يكون هو الدولة التي تحمي شعبها وتحمي أراضيها، وذلك من خلال الاستراتيجية التي وضعها صاحب الجلالة من أجل مواجهة الأعداء، أعداء الوحدة الترابية للمملكة المغربية والانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية. أذكر منها الاعتراف الأمريكي وكذلك وقف المرتزقة البوليزاريو عند حدها في حادثة كرغارات، وكذلك حملة التلقيح التي يعتبر المغرب نموذج على الصعيد الإفريقي وأول دولة إفريقية كتعطي واحد الانطلاقة لهذه الحملة ديال التلقيح، عوض خصها تكون هذيك الدول اللي عندها النفط هي اللي غتكون الأولى. ولكن للأسف هذا النظام الجزائري الخبيث، هذا النظام العسكري الذي يفكر في أشياء خارج المصلحة ديال المواطنين الجزائريين، الذي هذه فرصة باش نقولوا احنا ما عندناش المشكل مع الشعب الإخوان ديالنا، مع الشعب الجزائري، فنحن شعب واحد. ولكن للأسف النظام الذي يسير هذه الدولة والذي يتحكم في دوالي بالحكم في الجزائر والإعلام كذلك الذي يسوق لهذه الاستراتيجيات الفاشلة هو ضد المغرب. ولكن نحن هذا الشعب الجزائري نعتبره أخ وشقيق لنا. فيما يخص كان على النظام الجزائري أن يتحدث على ما يقع داخل التراب الجزائري، هناك بطالة، هناك فساد، هناك أموال الشعب تذهب إلى مرتزقة البوليزاريو، 45 سنة يصرفون على هذا المرتزقة، هذا البوليزاريو، هذا الخونة، والنتيجة صفر، لأن المغرب قضيته الأولى هي الصحراء المغربية، ونحن مستعدون على هذه القضية أن نقدم الأرواح سواء رجال أو نساء أو أطفال أو شيوخ أو حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، كلنا مستعدون من أجل أن ندافع عن هذا الوطن المغرب. بقلبنا مليء بكل استنكار وتنديد لهذه الحملة المسعورة. نقول للنظام الجزائري عليك أن تكون حكيم،
وأظن هذه الكلمة بعيدة جدا عن هذا الناس اللي يتصفون هذا القادة ديال الجيش الجزائري بهذه الصفات، أن يكون حكيم، لأن هذه الأيام هي أيام الأخيرة لهذا النظام، خصوصا التحالفات الدولية بدأت بفضل استراتيجية صاحب الجلالة بدأت تستنكر هذا الوضع وبدأت لا تعترف بهذا المرتزقة. وآخر ما يحصل الآن في إسبانيا، حيث أن الحكومة الإسبانية صرحت بأنها لا تعترف بالمرتزقة وبالنظام البوليزاريو بوليزاريو الانفصالية، وكذلك حليفها في إسبانيا بوديموس الذي تعرض زعيمه إلى عدة انتقادات من طرف حكماء وسياسيين ومثقفين في إسبانيا، ناهيك عن ذلك العديد من المواقف الصادرة من دول أخرى في اتجاه صالح الدبلوماسية المغربية. ونحن في هذا الصدد نشكر صاحب جلالة على استراتيجيته الواضحة من أجل جعل المغرب قاطرة التقدم والازدهار. نحن نقول كذلك أن ملكنا ملك الإنسانية، ملك الفقراء، ملك يعطي الدروس في مفهوم الإنسانية، ملك متواجد في جميع أنحاء العالم، قد في بيروت، ومؤخرا عندما عرضت الحكومة المغربية تقديم اللقاح للمرتزقة البوليزاريو، يعني هذا كل هذه المواقف مواقف رجل صلب، رجل حكيم، ملك حكيم، ملك ذو رؤية واضحة وذو بعد استراتيجي، قائد شئتم أم أبيتم، قائد للقارة الإفريقية، لأنه يحب هذه القارة ويريد أن يتقدم بهذه القارة. أما أنتم أيها النظام الجزائري، النظام الفاسد والخبيث الذين تلعبون بأموال الشعب الجزائري، لا صحة، لا تعليم، بطالة، لا شغل، وشباب الجزائر تائه، يعني أين تريدون أن تصلوا هذه المنطقة؟ عليكم أن تكون حكماء، وعليكم أن تنخرطوا، وعليكم أن تنخرطوا معنا في بناء المغرب الكبير، في بناء المغرب الكبير برؤية رابح رابح، ونضع اليد في يد من أجل التقدم. ذلك لإخواننا الجزائريين، ونتمنى للإخوان الجزائريين أن تكون هناك احتجاجات داخل الجزائر، وهناك احتجاجات داخل الجزائر، لأن هذه المسائل يريدون أن يسكتوا وأن يشغلوا الشعب الجزائري بقضية المغرب، دائما يصنعون بأن المغرب عدو، لأن حتى القانون الجزائري أظن البند 123 يمنع من أن تمس الإعلام، أن يمس القادة ورؤساء الدول الأخرى وكذلك الهيئات الدبلوماسية التي تشتغل في الجزائر. ورغم هذا القانون اخترقه النظام العسكري الذي لا يأمن بأي قانون أو بأي الأعراف. وفي هذا وأريد أن أتحدث، وفي هذا التصرف في حد ذاته هو يدل على ضعف النظام الجزائري، لأن في الأعراف الدبلوماسية هذا الأسلوب، من يذهب لهذا الأسلوب ويعبر بهذه الطريقة هم الدول الضعيفة، الدول التي لا تؤمن باحترام الجيران وبقانون دولي. هذه كل مسائل تجعل النظام الجزائري نظام ديكتاتوري، نظام فاسد، نظام خبيث. قلنا بأن نحن في المغرب دائما شعارنا الخالد الله الوطن الملك، شعارنا الخالد الله الوطن الملك. نحن دائما نلقين لأبنائنا سواء كانوا شباب أو أطفال أو كل شيء، نلقين لهم هذا الشعار، وسنحيا ونموت على هذا الشعار، ومن أراد بنا شيئا غير واضح سنعلمه الدروس. وهناك دروس قد علمها للمغرب، هناك دروس قد علمها المغرب ولكن لا نذكرها، ولكن نحن المغاربة لا نخاف ولا نخشى. أنا شاب مغربي وأقولها بكل اقتناعاتي من قلبي الخالص، أنني أحب محمد السادس. لماذا أحب محمد السادس؟ لأن محمد السادس ساهم في تنمية هذه البلاد،
محمد السادس دائما انشغالاته في جميع خطاباته يذكر الشعب ويريد أن يجعل من المواطن ومن الشعب المغربي يعيش أعلى مستوى الرفاهية. نتمنى نحن ما زلنا للأمام، نتمنى أن نسير في هذه القاطرة ديال التنمية، ولكن صانع المغرب الحديث هو محمد السادس حفظه الله ونصره. محمد السادس دائما يبحث، دائما يحث المسؤولين، دائما في خطابات يقول ويوصي بالشعب، الشعب الشعب الشعب. أقولها وأكررها أن علاقة العكس ما يقع في الجزائر. نحن في المغرب النظام الملكي، البيعة، أجدادنا بايعوا الملوك السابقون ونحن نبيع الملك محمد السادس، نحن نريد ملكنا، نحن لدينا الوحدة، نحن موحد جميعنا في القضية، في قضية الوطن، في قضية المغرب، جميع كل ما يخص المغرب وكل ما يخص ديننا وكل ما يخص ملكنا فنحن لا نتسامح فيه أبدا، ممكنش نسمحوا له، نسمحوا شي واحد يجي يطول على البلاد ديالنا وعلى الملك ديالنا وعلى الدين ديالنا. هذا خط احمر. هذا النظام الجزائري نظام سبياني، هذا النظام يريد ان يشعل فتنه في المنطقه، ولكن نحن ما غنخليوش، ولكن سنعلمه الدروس، سنقول بان المغرب خط احمر وملك المغرب خط احمر، قل ما شئتم فإنكم ما تقدروش توصلوا للملك ديالنا. ملك ديالنا شانو همه، ملك ديالنا شانو همه وعالي عالي عالي مقامه عالي بزاف. وشكرا شوف تي في وأعتز وأفتخر بمغربيتي، وعاش المغرب وعاش ملك محمد السادس حفظه الله ونصره.